أكد الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام عارف عوض الزوكا أن الشعب اليمني ينشد السلام المشرف انتصارا لتضحيات الشهداء ودفاعا عن سيادة الوطن ووحدته واستقراره، مؤكدا رفض اليمنيين أي التدخل في شؤون اليمن الداخلية، وحيا صمود الشعب اليمني العظيم والقوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية في مقاومة العدوان والدفاع عن الوحدة، داعيا الدول الداعمة للعدوان إلى إدراك خطورة تجزئة وتقسيم اليمن على المنطقة برمتها. وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله أفضل خلق الله أجمعين. أيتها الحشود الملايينية غير المسبوقة، أيها المؤتمريون والمؤتمريات، يا أنصار وحلفاء المؤتمر، يا أبناء شعبنا اليمني العظيم، أسعدتم بالخير صباحا وسلاما من الله عليكم ورحمة منه وبركات. تعجز الكلمات ومعانيها واللغة ومفرداتها أن تحيط بجوهر الفخر والاعتزاز والعرفان والتحية لكم أيها الحشود الملايينية التي هبت من كل حدب وصوب إلى عاصمة اليمن الموحد صنعاء التاريخ والحضارة في هذا اليوم المجيد، احتفاء بمرور 35 عاما على ميلاد المؤتمر الشعبي العام، وتعزيزا لصمود شعبنا اليمني العظيم في مواجهة العدوان القاشم والحصار الظالم. يا أحفاد سبا وحمير، إن تدفقكم كالسيول إلى صنعاء في هذا اليوم وبجهود روعية ورغم العراقيل الجمة وأساليب الترهيب الذي حدثت لكم في كل مكان، لهي صورة من صور الوفاء لتنظيم كان وسيظل معبر عن طموحاتكم وأمالكم وأحلامكم وتطلعاتكم، تنظيما ولد من صلب هويتكم وثقافتكم، وجاء حاملا مشاعر النور والتنوير ومجسدا عمق الولاء والانتماء للوطن. هذا التنظيم الذي يمثل تأسيسه لحظة تحول في تاريخ العمل النضالي والسياسي لشعبنا اليمني، سواء من خلال فكره ونظريته، الميثاق الوطني الذي يمثل خلاصة لهوية وفكر وثقافة اليمنيين، أو من حيث الحوار باعتبار النهج الأمثل والأسلوب الأرقى الذي أفضى إلى تأسيس المؤتمر الشعبي العام واعتماد الثقافة لرؤيته وبرنامج عمله في التعاطي مع مختلف القضايا، وهو في الوقت نفسه صورة أخرى من صور الصمود الأسطوري لشعب الإيمان والحكمة، ومن قال عنهم القرآن أولو قوة وأولو بأس شديد في مواجهة عدوان التحالف الذي تقود السعودية ضد شعبنا وبلدنا، ورسالة تأكيد على أن المؤتمر الشعبي العام بزعامة القائد المؤسس الزعيم علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الأسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام، كان وسيظل وفيا للوطن وللشعب، ولن يقبل مهما كانت التحديات او التضحيات ان تكون اليمن ووحدته وسيادته واستقلاله قضية للمساومة او المزايدة او البيع والشراء، فكرامة وعزة واستقلال شعبنا اليمني العظيم قضية تحتل موقع القدسية في فكر ورؤية وموقف المؤتمر الشعبي العام وقيادته ممثلة بالزعيم رمز القائد علي عبد الله صالح. الحشود الملايينية، ان المؤتمر الشعبي العام هو يجدد ادانته باشد العبارات كل المجازر التي يرتكبها تحالف العدوان الذي تقوده السعودية بحق شعبنا اليمني، والتي سقط نتيجتها عشرات الالاف من الشهداء والجرحى، واخرها ترك المجزرة المروعة التي ارتكبها طيران العدوان في مدينة ارحب بمحافظة صنعاء فجر امس الاربعاء وسقط فيها اكثر من 70 شهيدا، واستهدافها للنقاط الامنية حول الحزام الامني للعاصمة صنعاء، والتي تعكس كلها مدى وحشية وعقد انتقام هذا العدوان على شعبنا اليمني اللي يدعو الى الاستمرار في رفض جبهات القتال ضد العدوان بالرجال والمال والعتاد. ان التاريخ سيسجل بفخر واعتزاز للزعيم علي عبد الله صالح انه كان القائد المؤسس لهذا التنظيم الذي مثلت ولادته البداية الحقيقية لحماية المشروع الوطني للثورة اليمنية الخالدة 26 من سبتمبر والرابع عشر من اكتوبر، ونقطة الانطلاق لتحقيق اهدافها على مختلف الاصعدة، وهو ما تجسد واقعا من خلال تحمل المؤتمر وقيادته مسؤولية تحقيق المنجزات التي كان اعظمها منجز اعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22 من مايو عام 1990 والدفاع عنها
وعلى مدى تاريخه الممتد لثلاثة عقود نجح المؤتمر الشعبي العام في أن يحول طموحات وأحلام الناس والبسطاء إلى حقائق ومنجزات تنموية واقتصادية وأمنية وعسكرية كانت وستظل شواهدها في هي من تتحدث عن نفسها وتقول للناس إن المؤتمر الشعبي العام وقيادته كانوا وسيظلوا عنوانا للعطاء والبناء الشامل لكل مناحي الحياة ومتطلباتها وامتدت إلى كل شبر في تراب الوطن. الحشود الملايينية لقد كان الحفاظ على الوطن المصالحة العليا والدفاع عنها وسيظل هو الهدف الأسمى الذي يقدم المؤتمر الشعبي العام من أجله كل التضحيات. ومن هذا المنطلق كان موقف المؤتمر وقيادته ممثلة بالزعيم علي عبد الله صالح في التعاطي مع أزمة العام 2011 حيث فضل تسليم السلطة طواعية حقلا لدماء اليمنيين ومنعا من انزلاق البلاد إلى أتون الفوضى وإحباط المؤامرات التي تهدف اليمن وشعبها. ولكن ذلك الموقف الذي سيسجل للتاريخ عظمته قوبل بالمؤامرات التي استهدفت المؤتمر الشعبي العام وقيادته في إطار مشروع الفوضى التي عصفت بالمنطقة حيث ظن البعض من شركائنا في العملية السياسية أن هذه الموجة العاتية التي أطاحت بأمن واستقرار المنطقة العربية فرصة مواتية للإجهاز على المؤتمر وفرض سيطرته على المشهد اليمني. لكن المؤتمر بحكمة زعيمه وقائده وبصمودكم وثباتكم وصبركم وبسالتكم أيها الأحرار والشجعان أيها المؤتمرين والمؤتمريات أثبت أنه عصير على الكثر وفوق نظريات الإلقاء والشطب وإن محاولات الاستهدافة تمنح حيوية أكبر وطاقة أقوى لأداء أدوارها الوطنية في كل المنعطفات وفي مواجهة كافة التحديات. ولم تتوقف تلك المؤامرات بل أزدادت مساعي استهداف المؤتمر ضراوة وشراسة وتضافرت فيها المؤامرات الداخلية مع الحسابات الدولية التي كانت ترى في هذا التنظيم وقيادة الوطنية ممثلة بالمبنى اليمر البار الزعيم المناضل الفذ علي عبد الله صالح. التي كانت ترى في هذا التنظيم وقيادة الوطنية ممثلة بالزعيم المناضل الفذ علي عبد الله صالح حجر عثرة أمام تنفيذ مشاريعها التدميرية للوطن واستهداف ثوابته ومنجزاته ونهب خيراته. لكن قيادة المؤتمر الشعبي العام عملت بكل صدق وإخلاص على الذود عن الوطن ومكتسباته في مقدمة الثورة والوحدة الجمهورية والديمقراطية وقدمت تنازلات تلو التنازلات إيمانا بالعيش المشترك وقيم الحوار والتسامح وتجسيدا لمضامين الميثاق الوطني الذي أكد على أن التعصب الأعمى لا يثمر إلا الشر وإن محاولات أي فئة متعصبة للقضاء على الآخرين أو إخضاعهم بالقوة قد فشلت عبر تاريخ اليمن كله. وللأسف الشديد فإن البعض ممن كانوا يقفون في صف أعداء الثورة والجمهورية لم يستوعبوا تلك الحقيقة فينبرون بطريقة مثيرة للعجب بتخوين المؤتمر وقيادته رغم إدراكهم من المؤتمر وقيادته كانوا وسيظلون في صف الدفاع عن الثورة والجمهورية والوطن. وما حشودكم الملايينية اليوم إلا أبلغ رد على أن المؤتمر كان وسيظل هو التنظيم الذي كل ما تآمر عليه المتآمرون تأوي إليه الأفئدة اليمنيين فرادى وجماعات نعمل لإيصال بمعانيه ومضامينه وبمضامينه إلى القوى الخارجية التي كانت ولا تزال تتآمر على المؤتمر وقيادته علها تعيد حساباتها الخاطئة وتعي أن زعيم بدر صالح محمي ومحصن بشعبه وما أعظمه من حصن وحصانة. أيها المؤتمرين والمؤتمريات لقد كان قبولنا بتحمل مسؤوليتنا الوطنية في الشراكة مع أخواننا أنصار الله في الحفاظ على الجبهة الداخلية وإدارة الدولة والنهوض بمؤسساتها التي تأثرت جراء الاختلالات والعدوان القاشم والحصار الجائر ليس من أجل تحقيق مصالح أو الحصول على مغانم لم تعد موجودة في المؤتمر الذي سلم السلطة طواعية لا يمكنه أن يبحث عن مغنم لكنه جاء إدراكا منا لحجم المسؤولية الوطنية والتاريخية تجاه وطننا وشعبنا والتي لا يمكن نتردد لحظة واحدة في التصدي لها مهما كانت الظروف والتحديات ومهما كانت المؤامرات. ولذلك فقد حرصنا منذ اللحظة الأولى لتوقيع اتفاق الشراكة أن تكون بوصلته هي مجلس النواب السلطة الشرعية والتشريعية المنتخبة والممثلة للشعب والذي منح الثقة للمجلس السياسي ثم لحكومة الإنقاذ ونجدها فرصة لتعبر عن عميق شكرنا وتقديرنا لنواب الشعب الذين كان مشهد حضورهم تحت قبة البرلمان والبعض منهم من غرف الإنعاش خير برهان
على وطنيتهم رغم كل الإغراءات التي قدمت لهم، لكنهم كانوا عند مستوى المسؤولية وعبروا عن صوت الشعب اليمني المقاوم والرافض للعدوان. أيها الحشود الملايينية، لقد سعى المؤتمر الشعبي العام منذ تشكيل المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ على النهوض بمؤسسات الدولة وتصحيح كافة الاختلالات في إدائها والناجمة عن دورات الصراع والعدوان، وذلك من خلال الإصرار على أن تتحمل هذه المؤسسات مسؤولياتها وفقا للنصوص الدستور والقوانين، إيمانا منا بأهمية تفعيل الأجهزة الحكومية والحد من التدخلات في مهامها ومكافحة الفساد أيا كان مصدره، وهو أمر كنا وسنظل نؤكده بأن المؤتمر الشعبي العام لن يقبل أو يتهاون مع أي فاسد أو مفسد. وشددنا على ضرورة توحيد جميع الأوعية الإرادية في مصب واحد هو الخزينة العامة والبنك المركزي اليمني وفقا للنظام والقانون. وواجهتنا في هذا الصدد وما تزال تحديات جمة داخلية وخارجية، لكننا مصممون على أن نمضي في طريق أداء مسؤوليتنا الوطنية، مؤكدين أن قضية توفير مرتبات الموظفين كانت وستظل همنا الأول في المؤتمر الشعبي العام، مجددين الدعوة لحكومة الإنقاذ الوطني إلى تحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها التي قطعتها في برنامجها الذي نالت موجب الثقة من مجلس النواب، وبالأخص ما يتعلق بجمع وتحسين الإيرادات العامة وصرف مرتبات الموظفين ومكافحة الفساد والعمل على تحقيق حيادية الإعلام الرسمي باعتباره إعلام للشعب وليس ملك لأي طرف سياسي. ذلك أن استمرار هذا الإعلام في التحيز لصالح طرف واحد يعد من أهم الاختلالات التي تؤثر سلبا على وحدة وتماسك الجبهة الداخلية. وفي ذات الوقت فإن المؤتمر الشعبي العام يعلن موقفه الرافض لعملية تعديل مناهج التعليم، إدراكا منه أن هذه القضية الوطنية تحتاج بالدرجة الأولى إلى توافق وطني، وأن الوقت في هذه المرحلة التي يتعرض فيها شعبنا العدوان غير مناسبة لذلك، وضرورة يحال النقاش حولها إلى لجان متخصصة دون أن يحاول طرف فرض رؤيته فيها، وألا فإن المضي فيها سيكون كارثة ومقدمة لصراعات مستقبلية تنتقل عدواها إلى الأجيال القادمة. وبقدر حرص المؤتمر على الشراكة فإنه سيظل أكثر حرصا على تطبيق الدستور والقانون والالتزام بالأنظمة واللوائح في كل مرافق الدولة وسلطاتها وإعادة الاعتبار لكل مؤسسات الدولة، وفي مقدمة مؤسسة الجيش والأمن التي استهدفت بمؤامرة المرسومة بخطة الهيكلة، رافضا في الوقت ذاته أن تكون شراكته مجرد ديكور. إن المؤتمر الشعبي العام يرى أن أحد أهم التحديات التي تواجه بلدنا ومستقبلنا هي قضية توسع نفوذ التنظيمات الإرهابية، خاصة في ظل الدعم والمساندة والتمويل والتسليح الذي تلقاه هذه التنظيمات من قبل قوى العدوان، وهو الأمر الذي حذر المؤتمر الشعبي العام من خطورته مرارا وتكرارا، مؤكدا أنه كان وسيظل يواجه الإرهاب فكرا وممارسة ويقف ضد هذه الآفة التي اكتوى بنارها ودفع ثمن لوقوفه ضدها بعضا من خيرة قياداته وكوادره الذين اقتالتهم التنظيمات الإرهابية في أكثر من منطقة. الأخوة والأخوات الحشود الملايينية، باسم هذه الحشود باسمكم جميعا أحيي أخي ورفيق دربي وصديقي العزيز السفير أحمد علي عبد الله صالح المحتجز لدى دولة الإمارات العربية المتحدة بدون وجه حق بالمخالفة للقوانين والأعراف، وباسمكم مطالب بسرعة الإفراج عنه. يا أبناء شعبنا اليمني العظيم من ميدان 70 ميدان العزة والإباء ومن صنعاء عاصمة اليمن الموحد التاريخية، ومن خلال هذه الحشود الملايينية ندعو الدول التي تدعم العدوان وتقف بصفه أن تعيد النظر في حساباتها الخاطئة وتدرك أن تجزئة اليمن مؤامرة ممنهجة ومشروع خاطئ، يجب أن تحسب هذه الدول نتائجها وتأثيرها السلبي عليها، فهي لم ولن تكون بعيدة عن مخطط التجزئة والتقسيم الذي تنفذ في اليمن وسيطالها هذا المشروع عاجلا أم آجلا. والأحرى بها أن تعين يمنا موحدا قويا مستقرا هو عامل استقرار ودعم لدول المنطقة. ختاما، لا يسعنا إلا أن نتوجه بالتحية والشكر والعرفان لشعبنا اليمني العظيم الصامد والصابر ولهذه الحشود الملايينية الأبطال والأبطال القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية والمتطوعين الذين يبذلون أرواحهم للدفاع عن الوطن، وهي تحية عهد ووفاء لوطننا ولشعبنا ولشهدائنا وجرحانا
بيننا كنا وسنظل على العهد أوفياء، نقاوم العدوان والغزاة والمحتلين، وندوافع عن ثوابتنا ووحدتنا وسيادتنا واستقلالنا، ونرفض الهيمنة أو الوصاية علينا من أحد أو تدخل في شؤوننا الداخلية أو التنظيمية، ونواجه الإرهاب بكل قوة، ونسعى مع كل الخيرين في العالم على وقف العدوان ورفع الحصار وإنهاء معاناة الشعب اليمني الصامد والصابر، والعمل الدؤوب على انتزاع السلام المشرف لا الاستسلام، السلام الذي يليق بصمودكم وتضحياتكم وبسالتكم أيها الأبطال، وينتصر لدماء الشهداء الأبرار من كل محافظات اليمن الذي روى بدمائهم الطاهرة تراب هذا الوطن دفاعا عن سيادته واستقلاله وكرامة أبنائه. ونؤكد أن المؤتمر الشعبي العام الذي سقط من أعضائه الآلاف الشهداء سيظل ينظر إلى كل الشهداء الذين سقطوا في معركتنا ضد العدوان ومرتزقته بأنهم شهداء اليمن كله بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، وندعو في الوقت نفسه حكومة الإنقاذ إلى إيلاء أسرهم وذويهم الرعاية الكاملة كأقل واجب نقدمه وفاء لتضحياتهم. ونجدد شكرنا وتقديرنا في المؤتمر الشعبي العام لكل المواقف المساندة لشعبنا اليمني، وفي المقدمة موقف الأشقاء في سلطنة عمان سلطانا وحكومة وشعبا، كما هو عهد وفاء لقيادتنا السياسية ممثلة بالزعيم الرمز القائد علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الأسبق، كما هو عهد وفاء لقيادتنا السياسية ممثلة بالزعيم علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الأسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام، بأننا سنظل مخلصين لتنظيمنا تحت قيادته، ونبادله الوفاء بالوفاء، ونسترشد بحكمته وحنكته السياسية في مواصلة الدفاع عن وطننا وتنظيمنا الرائد. والشكر والتقدير والعهد بالوفاء لكل قيادات وقواعد وكوادر وأعضاء وأنصار وحلفاء المؤتمر أينما كانوا، ونؤكد لكم أن قيادة المؤتمر ستظل دائما عند مستوى ثقتكم ووفائكم وصمودكم ولن تخذلكم، ونجدها فرصة لندعوكم لمواصلة تنشيط وتفعيل العمل التنظيمي في مختلف أطر وتكوينات المؤتمر التنظيمية القيادية والقاعدية. وصدق الله القائل ربنا أفرق علينا صبرا وثبت أقدامنا، صدق الله العظيم. الرحمة والخلود للشهداء الأبرار، الشفاء للجرحى، بالروح بالدم نفديك يا يمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.